يعمل في مجال المختبرات الطبية ويطبب النفوس بحسن قراءته التي أهلته للفوز بجوائز محلية ودولية في مجال التلاوة. نستمع معا لمشاركة المتسابق من العراق أحمد جمال الركابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حياً ويحق قال القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة صارون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدين الكرام، بحلاوة ذكره تطمئن القلوب. المتسابق أحمد جمال الركابي، أيها الجميل بلائك، شكراً جزيلاً لكم، ومنك مباشرة إلى الجميل والحلو السيد حسنين الحلو. يا عزيزي شكراً لك. يعني أختصر الملاحظات كلها على أحمد جمال بأنه فعلاً كان عبارة عن جمال. الحمد لله. طبعاً هو مستوى أكيد أكثر من هذا اللي سامعين إحنا بالمحافل، ولكن أدى هذا الأداء. الجمهور الآن يعني اللي يتابع جائزة العميد سيلاحظ الفرق بين أن تؤدي المقامات وبشكل كامل وبصوت جميل ومتقن ومجردة، وأيضاً تؤديها بهذا الشكل وباحتراف. الاحتراف واضح على أحمد، انتقالاته خصوصاً بين الطبقات الصوتية وبين النغمات والدرجات اللي يأخذها، حتى مو في كثير من الأحيان ما يصور المقام على درجات أخرى، لا، قراءة المحترفين. هذه كلماتي لا تعني أنه أولاً بهذه الحلقة أو الحلقات القادمة أو هذه المرحلة، ولكن بشكل عام من ناحية الصوت والنغم، من ناحيتي أنا، أداء محترفين. الشيخ محمد عصفور، حياك الله حبيبي، وحيا الله الأخ الكريم أحمد جمال الركابي. وصراحة نحن نتابعكم ونتابع قراءاتكم، ومثل ما تفضل سيدنا سيد حسنين، ولعل سيدنا أنه ممكن مقام التسابق أو مقام المنافسة ورهبة الحضور ورهبة إلها تأثير، يعني أكيد إلها تأثير في النهاية، ولكن بالنهاية كان الأداء رائع جدا وموفق، وإن شاء الله يعني نتمنى إن شاء الله التوفيق لإلك في المراحل القادمة يا رب إن شاء الله. الله يبارك. السيد كريم موسوي لكم الحديث. ذكرنا بالعظام. الله. يعني أنا ذكرت عبد العزيز حصان الله يرحمه. تكملة مقاماتك كانت بأحلى ما يكون، يعني رتبها بأحلى ما يكون. انتقالات صحيحة سليمة دقيقة، وأداء رهيب كان. يعني أنا أقول الرهيب ما كيف يحسبونها عليه، خلي يحسبونها. فالله يوفقك إن شاء الله. أنت تقول أدى مثل أداء حصان، شلون يأدي حصان؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الله الله الله، يعني الله يوفقك والله. هذا التلوين وهذه الانتقالات السريعة. نعم نعم. الشيخ باسم العابدي، حياك الله يا أحمد. قد تكون شهادتي بك مجروحة، منذ كنت يعني يافعاً كنا نلتقي وكنا نحظى بتلك الطلة الجميلة، الخلق الراق، يعني هذا الخلق الراقي الذي كنت شيخنا، وهو لا زال يافعاً. ولا زال يافعاً. نعم نعم, نعم. ولكن تلك النشأة الجميلة حينما كنا نذهب إلى الناصرية وتأتون أنتم بتلك الروح الرقيقة والراقية، هذه الانطباعات الجميلة التي كنتم تندفعون إلى الحالة القرآنية، ومنذ ذلك اليوم تباشير الإبداع كانت ظاهرة وبارزة منكم. الحمد لله وصلتم إلى المساحة والمسار الجيد، وإن شاء الله تتقدمون أكثر وأكثر. هذه العلاقة بين الأخلاق وبين الإتقان أمر يعني محرز عندكم، وأنا يعني أثق بعلاقتكم بالقرآن الروحية قبل الإقرائية. جزاكم الله خيراً وأسأل الله لكم التوفيق. الله يبارك. وهذا فضيلة الشيخ التطبيق العملي. نعم. خصوصاً نحن لا نريد أن نمدحه. نعم. أمامه. نعم. وإن شاء الله تتمسكون بالقرآن، تنتقلون من حالة القراءة اللفظية إلى القراءة المعنائية، معاني إدراكات قرآنية، مفاهيم القرآن، حتى تمتزج
حسن التلاوة بالفهم والإدراك المعرفي. الله يبارك بكم. الأستاذ عماد رانا. والله لقد تشرفت بالعراق وبأهل العراق وبقراء العراق، وما شاء الله يعني أنا تفاجأت يعني ما لي عارفان، قراءة كانت رائعة وأداء رائع، والمقامات عندك سليمة 100%، الانتقال من مقام إلى مقام، وتصوير المعنى معنى الآية جميل جداً، أوفقك الله. ألا تحن علينا وأنت بمثابة جدي الآن عمراً لك يا ابني، تقدم له إنشادة لك يا ابني، خلاص حفيدك قول يا حفيدي يعني مثلاً عمره كبير مثل تريد طبعاً فوق 100 سنة بس ولكن ما زال شاباً نعم. هو قلبه شباب هو عم يقول 100 سنة نعم. الله يبارك فيك يا الله. ماذا تقدم له؟ إن شاء الله أقدم لك مقطع من قصيدة خير وبركة. رحمنك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي الرضا فجد بولائي. الله 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 الله. من جمال إلى جمال، ونختم بالجمال وبأحمد جمال. شكرا جزيلا لكم يا أحمد، شكرا جزيلا لكم.